للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الليبي الدكتور عبد العزيز أغنية. مرحبا بكم سيد أغنية. في رأيكم من يتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات في ليبيا، المفوضية أم مجلس النواب؟ تحية لك سيدتي الكريمة وتحية إلى كل مشاهديك ومتابعيك الكرام. تحية للجزائر العظيم. حقيقة للأسف الأطراف السياسية الليبية هي متهمة إلى قبة رأسها حقيقة في هذه الفوضى السياسية التي تعصف بالبلد منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى التدخلات الدولية والإملاءات والاصطفافات الخارجية حقيقة التي مزقت البلد. وما هذا التأجيل للانتخابات إلا هو نتاج إلى هذا الصراع المستمر الذي لم يعرف لا حدود قانونية ولا حدود إخلاقية ولا حدود مدنية للأسف الشديد. يعني أقولها بكل مرارة، ما الجدال الأخير ما بين المفوضية ومجلس النواب إلا جزء من هذا الصراع السياسي. المفوضية تدخلت فيما لا يعنيها، هي مفوضية معنية بالتطبيق الحرفي الفني لإجراء هذه الانتخابات. طبعا المفوضية تقع ضمن دائرة توجه سياسي واحد. نعم سيد أغنية، في ظل الانقسام هل يمكن أن ينجح مجلس النواب في ظن نظركم في وضع خارطة طريق كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها؟ كفيلة إذا صدقت النوايا. طبعا الآن الكرة في ملعب مجلس النواب والمفوضية، والموعد المبدئي 24 يناير لانتخابات قادمة، قد يعود العملية برمتها إلى الفتح من جديد، وبالتالي إلى استمرار هذه الأجسام في مكانها يعني. نعم. وهذا شيء مؤلم جدا. نعم، المحلل السياسي الليبي سيد عبد العزيز أغنية، شكرا جزيلا لكم.